الرياضة بريفيات اليوم نشوفوا رابع سيارة عند علامة سوزوكي. خيرت رقم 4 باش ندير هاد السيارة باسكو نتوما خيرتوها وباسكو ايضا الربعة هذيك تلمح الكات كات. دونك السيارة تاع اليوم خارجة شوية من اللي شفناهم من قبل وراح تكون عالية عليهم وهي لو غران فيتار اللي دومونديتوها لنا بزاف. هاد السيارة عندها حاجة سبيسيال بارابور الاخرين وهي راح تكون اول سيارة اللي فريمون نقدروا نقارنوها مع لي شينواز اللي جاو باسكو العديد من السيارات الصينية جاو على شكل كروس اوفر او اس او في، القليل منهم جاو على شكل برلين كيما شفناها سياز عند سوزوكي. حاب يقول اليوم راح يكون عندنا سيارة اخرى نقدروا نقارنوها مع السيارات الصينية. دونك في هذا الفيديو راح نشوفوا السيارة تاعنا من الخارج من الداخل كل المزايا اللي فيها. نبداو نتكلموا على المحرك اولا، نشوفوا الابعاد تاعها ونعطيو اون استيماسيون تاع السعر التقريبي اللي راح تدخل به للجزائر. كل هذه المعلومات في هذا الفيديو، نو بوجي با، اتو تسويت. الور جماعه بسم الله، قبل ما نبداو ما تنساوش تضربوا دوره مره للتيك توك باسكو الريتم هذا ما راحش نكملو كل يوم هكذا. سي سور باللي راح يكون عندنا بعض الفراغات في اليوتيوب، لو طون ديرو مونتاج، لو طون سيبو افكار تاع فيديوهات، لو طون ديرو اون ريكولت دانفورماسيون، يعني نجمعوا المعلومات اللي لازمين باش نتقاسموها معاكم. شدوا اليد بالتيك توك اون اتوندون هكذا، المعلومه اللي ما كانتش عندكم هنا تلقاوها لهيك والعكس صحيح. قبل ما نبداو الدوره تاعنا على السياره نهضروا على المحرك تاع السياره. هذا المحرك هو 1.5 يشبه بزاف تاع البالينو اللي شفناه المره اللي فاتت. نذكر باللي السياره عندها عده محركات كما بقيه الموديلات تاع سوزوكي. كل ما نقدم لكم موديل نقدم لكم معاه المحرك، بصح ممكن المحرك تاع وحده يجي في الاخرى، هذا الشيء ما على بالناش به. دونك انا ما راحش نمد لكم كل المحركات في كل موديل، نمد لكم كل موديل بمحرك مختلف، وانت يا دير هذا مع هذا كوميتي. الور 1.5 ميكرو ابريدي تاع اليوم سيدي، فيه 103 احصنة، عزم الدوران تاعو 137 نيوتن متر. علبة اوتوماتيكية، خاصية تاع هاد السيارة هو انه فيها الكات دو وفيها الكات كات. كيما تحب انت، تحب زوج رواد يجبدوا تاع الامام كيما شفناها في خواتتها اللي كانوا عندنا عند لي جابون لي شينواز عفوا، تيغو دو والكولراي حتى في تيغوكات، العديد منهم يعني ماشي ربع رواد اللي يجبدوا، وعندك الخاصيه تاع ربع رواد اللي راح نقدم لكم اليوم راح تكون رباعيه الدفع. هذا فيما يخص المحرك. لابوات كاين اوتوماتيك وكاين مانيوال، والابعاد تاع السياره تاعنا دونك في الطول السياره تاعنا فيها 435 تقريبا الطول تاع اون جولف باش تكون عندك فكره، دونك كبيره على كامل خواتاتها اللي شفناهم كانوا يحبسوا في 4 مترات. وعندها العرض تاعها 1.80 متر، خواتاتها كانوا في 1.70 متر تقريبا، والارتفاع 1.65 متر بالنسبه لخواتاتها اللي كانوا 1.50 متر 1.55 متر كاقصى حد. عندنا الارتفاع عن الارض يعني لا غارد او سول 21 سنتيمتر، 21 سنتيمتر ارتفاع، شفنا في خواتاتها 15 سنتيمتر، 16 سنتيمتر عند سياز، 15 عند بالينو، صافا نشايت شويه. فوالا دونك هذا فيما يخص الابعاد تاع السياره. عندك لومباتمون يعني المقصوره تاع السياره بين العجله الاماميه والعجله الخلفيه 2.6 متر، اكثر من 2.5 متر. هذا فيما يخص ابعاد السياره. دركا لو كان نروحوا نتكلموا على الوزن تاعها نلقاوها ايضا ثقيله على خواتاتها كامل اللي كانوا يقاربوا من الالف الا سويفت اللي صغيره شويه. هذه راهي تفوت الالف ب 300 كيلوغرام، يعني فيها 1295 كيلوغرام باسكو سياره كبيره، المحرك شويه صغير بالنسبه لهذا الوزن. بون لا غارونتي اللي تجي بها اون جينيرال هي 3 سنين ولا 100 كيلومتر، حتى ولو لي شينواز راهم يديروا خير دوكا بالك حنا كي تلحق عندنا يكون عندها اون غارونتي خير من هذه. هيا بسم الله، رانا شفنا الابعاد، هضرنا على المحرك، نبداو الدوره تاعنا على بركه الله باش ما نطولوش الفيديو. هاي السياره تاعنا بسم الله، نلاحظوا باللي شابه ولي فار تاعنا مقسومين. هاد الخاصيه تاع لي فار راك تشوف فيهم 3 نقطات، هضرت لكم عليها في بالينو، قلت لكم كونسونطريو معاها باسكو هذه هي لا سيناتور لومينوز جديده تاع سوزوكي، يعني الامضاء الضوئي تاعها هذا هو اللي راح يكون هكذا. لا كالوندر كشغل كاين زوج، وحده تحت وحده، وسوزوكي تحتها لا كاميرا تحت العلامه سيميتريك، ماشي كيما في بالينو جايه من الدنيا ما عجبتناش، تقعد شويه خاطرك يقعد ماشي مهني، على ما حطوها ليش في الوسط صح. نلاحظوا باللي عندنا لو بارشوك تاعنا بنفس لون السياره، نلاحظوا باللي الاناره
الاساسيه اللي جايه في الاسفل يعني تحت لي فجور داير عليها الاسود. لو كان جات السياره تاعك بالاسود هذاك الشيء ما راحش يكون يبان لنا. نلاحظوا انه في البارشوك ايضا عندنا قطعه في الاسفل بالرمادي ماشي الكروم. ونلاحظوا ايضا باللي عندنا الكالوندر تاعنا بالبيانو بلاك يعني تبريي ماشي بالبلاستيك العادي. هادو كامل يرجعوا السياره تاعنا تبان عصريه وجميله في نفس الوقت. التكنولوجيا تاع الاناره ممكن تكون لاد ممكن لا على حساب انت واش راح تجيب في لافينيسيون تاعك. من الجنب واش نلاحظوا باللي عندنا دي جونت بي كولور فيهم الكروم فيهم الاسود تاع 17 بوس. ممكن يجونا نتاع 16 ولا خيرنا فينيسيون قل من هذه. نلاحظوا باللي فيها البلاستيك داير على الروضه وعلى الابواب هذا الشكل تاع بارودور. نلاحظوا ايضا باللي لاكوك تاع روتروفيزور فيها الكلينيوتون داخل يعني المراه الخارجيه فيها كاميرا من تحت. واللون تاع لاكوك تاع روتروفيزور بالاسود. علاش بالاسود؟ هذا اسود بيانو بلاك ماشي البلاستيك باسكو اللون الاعلى تاع السياره تاعنا بالاسود. راك تشوف فيها لوطوا اوفرون يعني فتحة السقف وفيها لو توا بانوراميك وفيها لي بار دو توا وعندنا لونتان تاعنا صغير وكومباكت وجاي اسود كيما بقيه لو توا. دونك لو روتروفيزور تاعنا جا شباب باسكو يبري ماشي اسود قلنا كيما تاع البلاستيك. واش عندنا ايضا من الجنب عندنا المقابض تاع الابواب بنفس لون السياره. ونلاحظوا باللي نقدروا ندخلوا للسياره تاعنا بدون استعمال المفاتيح يعني كيلس. وهذا يخلينا نخمو باللي ما من النوضه نتاع السياره راح يكون بدون استعمال المفاتيح. تقريبا هادو هما المعلومات اللي عندنا من الجنب. نروح نشوفوا السياره تاعنا من الخلف. حتى ولو ما تبانش مليح جماعه عندها الكروم في اسفل الزجاج الامامي والخلفي يعني شفناه ايضا في خواتاتها. دونك بطبيعه الحال هذه اكبر منهم وراح تكون اغلى منهم وفيها دي زوبسيون اكثر منهم. دونك بطبيعه الحال يكون متوفر فيها واش كاين في الاخرين. نلاحظوا ايضا باللي الفرق بين اللونين تاع الاسفل اللي تخيروا نتايا والاسود اللي يجيك في الاعلى كاين قطعه بالكروم تجوز في الجناح الخلفي تاع السياره وفوق النوافذ تاع الابواب. دونك نلاحظوا من الخلف باللي عندها اناره من شكل ال اي دي بصح لتحتها راهي لومبا يعني مصباح عادي دونك ماشي فولاد. نلاحظوا باللي فيهم ثلث قطع ثلث اجزاء كما شفناها القدام لا سيناتور ليومينوز اللي قلت لكم تفكروها. الاضواء تاعنا مرتبطين حتى ولو الاناره ما تلحقش حتى لخوتها كاين العلامه في الوسط. وكامل الاناره معمره بريون كما البيانو بلاك. عندنا الكاميرا دروكول تحت العلامه كما شفناها تحت المراه الخارجيه وفي الامام يعني السياره تاعنا راح تكون فيها النظره تاع 360 درجه ومام 3D. هاي لك سعه الصندوق الخلفي تاعنا اللي توصل 373 لتر ولا حطينا هذيك لا بونكا تاريير اللي حبوا يرقدوا فوقها الدراري ولا نحطوا فوقها الخبز اون جينيرال ولا نحيناها تجي 373 ولا درناها نورمالمون 310 تقريبا. هاي لي كلاروت سكور تاعنا والباسينة تاعنا صافيه. دونك الطوموبيل هذه ماشي مضروبه طريفيا. نلاحظوا باللي الفتح نتاع لامال تاعنا يعني الصندوق الخلفي والغلق تاعو يدوي في هاد لوبسيون. بالك كاين وحده اون فينيسيون ماشي اوبسيون في هاد لا فينيسيون يعني بالك كاين فئه اللي تجي افضل. لتحت في البارشوك نلاحظوا هذيك القطعه ماشي بالكروم ولكن بالرمادي يعني ما تخليش البلاستيك يكون عام في السياره. الخلفيه تاع السياره شابه بزاف ستوندار فيها اللاد انيقه مليحه كيما الامام يعني نلاحظوا باللي السياره عصريه. هيا نجوزو نشوفوا داخليه السياره تاعنا بسرعه. بسم الله نلاحظوا باللي الباب فيها الكوير وفيها البلاستيك. الكوير هذاك مخيط بالابيض. الزر تاع النافذه الكهربائيه داير عليه البيانو بلاك كاين شويه رمادي في الاعلى. ولا بوانيت بورت تاعنا يعني المقبض تاع الباب الكروم. هاي نضرع الامام دوك نجوليها. نلاحظوا باللي اللور عندنا مخارج تاع الهواء داير عليهم الرمادي جايين في لاكودوار تاع الامام. نلاحظوا ايضا باللي كاين ارانجمون تحتهم عندنا طروار بوستات عندنا ان كودوار سنترال مسند لليد وعندنا فيه دي بورت غوبلي. هاوليك لو توا بانوراميك اي اوفرون نتاعنا الاثنين. هذه اناره ولا حبيت كاش ما تقرا. وتقريبا هذو هما الاشياء اللي كاين في الخلف. خصنا برك نقولوا باللي فيها الايزوفيكس ولا حبيت تحط سياج تاع البيبي تاعك في السياره باش تربط له غير الحزام تاع لو سياج ما كان له دير له السبته تاع السياره. هكذا ندقوا شويه مع الباب. دونك تلاحظوا واش كنا نحكوا من قبل. هنا كله جلد وعندنا الاسفل والاعلى بالبلاستيك شيء عادي يعني ما راهوش بزاف 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 مي كوما فيها البلاستيك والفنا نشوفوها. الور نروحوا للباب الامامي. نلاحظوا هاي القفله اللي تخلينا ندخلوا بدون استعمال المفاتيح موجوده ايضا في الباب نتاع لو باساجي. وهنا نلاحظوا اربع ازرار للفتح الاوتوماتيكي نتاع النوافذ تاعنا. هاوليك لو سياج يتريغلا دونك ريغلا بلونوتور يطلع ويحبط. الفولون تاعنا ايضا دونك هذا الباب تاع لو باساجي. عندنا لو فرام اكتوف فيه يدوي ولو سياج تاع لو باساجي ما يتريغلاش ما يطلعش ويحبط ويدنا ويولي برك. نلاحظوا باللي السياره تاعنا تنوض بالقفله. هادو تفاصيل كامل دوك نجوليهم. دوك المقود تاعنا بالجلد وفيه ازرار وفيه الداخل الكروم.
لا سيناتور تاع سوزوكي نقدروا نطفوا نشعلوا السياره بالقفله قلناها، دونك نقدروا نرفدوا نكوبيو في التليفون بهذوك الازرار. الباب كيما نتاع الخلف فيها نفس الشيء، زدنا لها برك شويه قفالي تاع لي فيتري الكتريك والريغلاج تاع لي ريترو فيزور المرآة الخارجيه كهربائيه ايضا. دونك عندنا شاشه في وسط لو كونتور تاعنا نتاع 4 بوس تقريبا، فيها الالوان يعني شابه واضحه. عندنا الازرار للتحكم في معظم الاشياء منهم البلوتوث، يعني تكوبي وتبدل في التليفون ودير ريغولاتور دو فيتاس ولا لا لا، هادو كامل متواجدين كيما في معظم السيارات. عندنا لي بالات في الفولون تاعنا كي تحب دير قياده يعني مانوال يدويه، باسكو لا بواط تاعنا اوتوماتيك. دونك هنا نلقاو لي بالات تاوعنا هاوليك لو كونتور، دونك إلي سامبل سي با ان كوكبيت فيرتوال، حتى ولو كنا حابين نشوفو شاشة أخرى هنايا في لو كوكبيت فيرتوال تاعنا. دونك هادي تعطيك معظم المعلومات كيما اسكو راك في البي راك في الدي راك واش من لافيتاس راك فيها وشحال مازال لك ليسونس وبقية المعلومات. نلاحظوا باللي فيها لا فيشر تاع اوت، دونك تقدر تشوف مختلف المعلومات اللي كنا نهضروا عليهم لتحت بلا ما تحبط عينيك. وعندنا الشاشة تاع 8 بوس قابلة لللمس وداير عليها البيانو بلاك شابه، دونك 8 بوس تتبان لك كبيره بصح انا نقول لك 8 بوس. علاش؟ باسكو داير عليها البيانو بلاك ماشي شاشه، هذا كيبان برك وكانه داخل مع الشاشه تاعنا. تسمح لنا دونك هاد الشاشه باش نريغليو لا راديو تاعنا ومعظم الاشياء في السياره وخاصه الكاميرا، دونك نقدروا نستعملوها باش نشوفوا معظم الخاصيات اللي عندنا في الكاميرا. دونك الكاميرا الجانبيه كاميرا 360، تقدر ما دير لا كاميرا 3 دي باش تشوف السياره تاعك من كل النواحي وسير ما تقيسهاش لا في الطروطوار لا في جارك. كي نحطوا شويه تحت هاد الشاشه نلقاو لا كليماتيزاسيون تاعنا ديجيتال، فوقها عندنا لي بيس دايراسيون يعني اللي خرجوا الهواء داير عليهم البيانو بلاك، وعندنا القفله اللي دير بها لي فو دو ديتراس اون كاو عندك اون اورجونس. لا كليم تاعنا ديجيتال يعني ماشي 1 2 3 4 بصح بلي دوغري سلسيوس، هذه القفله اللي شعلناها درك تطفي للاشياء اللي تساعدك في السياقه يعني تاع لو باركينغ لي ديتيكتور لي كاميرا ولا حاب تطفيهم لحاجه ما ولا لغرض ما. عندك الاوف هذاك اللي فيه يعني لو ستارت اند ستوب تاع الموتور تاعك باش ما يستهلكش بزاف الوقود. نلاحظوا باللي فيها لو شارجر سون فيل، فيها اون بريز 12 فولت، فيها باش نطفيو اليو اس بي، فيها اليو اس بي فيها اون بريز يو اس بي وفيها باش نطفيو اليو اس بي السيستم نتاع عدم الانزلاق يعني باش السياره تاعك ما تزلقش. حنا نخيرو لي مود دو كوندويت تاعنا، نلاحظوا بلي فيها سبور وفيها سنو. كي تشوف سنو معناتها ثلج، معناتها الدفع الرباعي تاع السياره تاعنا نقدروا ناكتيفيوه. دونك السياره تاعنا سي تان 4x4، دونك 4 رو موتريس ذات رباعيه الدفع 4 دبليو في دي. كما قلنا مقبل عندنا لو فرامان تاعنا يدوي، عندنا دو بورت غوبلي، عندنا لاكودوار تاعنا بالجلد وفيه تحته تخزين كيما مالفين نشوفوه. الخياطه تاعو ماشي بالابيض كيما في الابواب، بالاسود. وهاو لي كلوبومو دو فيتاس فيه شويه كبير وداير عليه الكروم. هذا كل شيء تقريبا فيما يخص السياره تاعنا، الا انه في لي طابلو دبور انا نشوف واحد الخط بالرمادي جاي من الابواب ويدخل في طابلو دبور، ونلاحظوا بلي كاين مام شويه كبير فوق طابلو دبور راك تشوف فيها ويبان. وعندنا هنا باش تشوف لا فيو تاع الكاميرا تاعك، تقدر تطفيها تقدر تشعلها على اليسار كي تكون تقابلك حباطيه ولا طريق واعره تقدر تاكتيفي هذيك لوبسيون. هنا تلاحظ باللي عندنا غير الزر تاع لو كونجكتور لي اوتوماتيك، معناتها فيه دو نيفو يحبط ويطلع بالقفله، بصح لو كان تاع بزوفور يعني تروح للنيفو الثاني يكمل يحبط وحده ما تقعدش معبزو وحدك. دونك هام ليك لي ريتروفيزور تاعنا رابطابل الكتريكمون يعني يتطواو كهربائيا ماشي غير يتريقلاو كهربائيا. نلاحظوا باللي المراه تاع الوسط تاعنا معتمه كهربائيا يعني فوتو لومينيسونت، الله اعلم فوتو لومينيسونت. دونك وحدها ديتيكتيف اللي رانا في الظلمه، دونك عندها لو ديتيكتور دو لوميير كاشف الضوء، وحدها تشعل الاناره تاعها دونك اوتوماتيك الضوء تاع السياره تاعك، ويولي هذاك المرآه الداخليه معتمه باش اللي موراك ما يعميوكش. راك تشوف بلي لو توا اوفرون تاعنا سي سور ماشي يدوي، وعندنا حتى لو ريدو تاعنا الكتريك، دونك فيها الكثير من المزايا. نلاحظوا بلي لو بارسولي تاعنا مزود بمرآه واناره، خاصية اللي ما كناش نشوفوها في كامل السيارات اللي قدمناهم من قبل، ونتاع لو باساجي ايضا بطبيعة الحال. عندنا دونك في الطابلو دو بورد تاعنا تحتو اون بواتاغون، دونك لي رونجمون فيها لا باس بها. دونك هادو تقريبا كل المعلومات اللي يخصوا السيارة من غير لي زاير باغ اللي فيها حتى ل 8 لي زاير باغ على حسب لا فينيسيون اللي راح تجيب نتايا. لو اس بي هضرنا عليه، لا بي اس بطبيعة الحال فيها القياده الذاتيه نون، بصح فيها لو ريغولاتور دو فيتاس ادابتاتيف يعني يسقم روحه على حسب الطريق وعلى حسب البنادم اللي راهو قدامك، هذا منظم السرعه اللي نتكلم عليه. هادو تقريبا معظم المزايا اللي متواجدين بالسياره تاعنا، هضرنا عليها من برا من الداخل، هضرنا على المحرك على الابعاد واش قعدنا غير السعر. السعر تاع السياره تاعنا راح يكون يتراوح بين
320 حتى 350 مليون على حسب لافينيسيون تاعها. ما ننساوش بلي السياره متوفر فيها الدفع الرباعي، ان شاء الله يكون السعر اقل من هذا اللي استيميتو حتى هذا، ونظن يعني معقوله ولا جاتنا هكذا. يعني انا درت استيماسيون الحسابات كذا، بانوا لي الاسعار اللي مديتهم في سوزوكي شويه قلال، مانيش عارف على حسب واش راني نشوف في المارشي. السيارات الاخرى اللي دخلت راني نشوفهم شويه غاليين كيما اوبل مثلا، فيها العيوب اللي كاين في المحرك كامل وجات بهذا السعر. بالك سوزوكي تجي اغلى من السعر اللي رانا نستيميو فيه. بصح كيما قلت لكم في العاده، انا كيما يكونش عندي اون دوني يعني معلومه رسميه تاع السعر اللي نقدر نضيفه، ما نزيد لكمش من راسي 20 مليون. دونك فوالا، انا هذا الحساب اللي خرجت فيه. ماتنو بطبيعه الحال كاين الكرا تاع الشوروم، لاباي تاع الخدامين، هذيك ماشي بيدي، دونك ما نعرفش شحال. سي سور باللي السعر راح يفاري شويه. قبل ما نختموا الفيديو قولوا لي واش راكم حابين تشوفوا كموديلات اخرى لسياره سوزوكي، ولا كملنا مع سوزوكي واش هما العلامات الاخرى اللي حابين تشوفوهم، ولا كملنا مع العلامات واش هما المقارنات اللي راكم حابين تشوفوهم، ولا كملنا مع المقارنات واش هما مختلف الفئات تاع السياره الوحده اللي راكم حابين تشوفوا الفرق بيناتهم. دونك كاين واش تشوفوا، غير ما تقول ليش خلاص. فوالا، نتمنى عجبتكم السيارة تاعنا تاع اليوم وخاصة الفيديو تاعنا تاع اليوم. سي سلو كان اوبليي با دو فو زابوني باش يزيد الحقكم جديد. لي سان بوس بلو صافي توجور بليزير. سي تو بور موا، سي تي لوتفي دا سي دانيال.